كابتن، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الارقام، والارقام لا تكذب ابدا. كمل لي بقى الارقام. بالنسبه للنادي الاهلي لعب 10 مباريات فاز بتسعة، اوكي، جاب 338 هدف. 338 هدف. هو ازيد من المنافس ب 24 هدف. يعني احنا خط هجومنا احسن او هجومنا احسن. ال علينا 248 هدف. طب المنافس، عينك على المنافس برضه. هو اقل من المنافس ب 18 هدف. يعني المنافس 266 عليه، احنا علينا 248. لا تعالى لي بقى كابتن، احنا كده الحمد لله فرقتنا بالسكواد اللي فيها اقوى خط هجوم، اقوى هجوم، مش هنقول خط هجوم لان هو كله بيهاجم كله بيدافع. اقوى هجوم اللي هو المنظم والفاست بريك. واقوى دفاع بحراسه المرمى كمان. بحراسه المرمى بالظبط. يعني الحمد لله احنا بالارقام ينقصنا بس توفيق ربنا. ان شاء الله باذن الله. كلامي صح؟ صحيح. طيب. قول واحد. ايه الارقام الثانية بقى اللي معاك؟ بالنسبة للهدافين، بص في أي فرقة تلاقي الهداف بتاعها غالبا بيبقى الباك. تمام، الباك ليفت أو الباك رايت. غالبا يعني. زي مثلا في الكرة بيبقى الفيرود. فإحنا عندنا الهداف بتاع الفرقة هو أول هدافين اللي هم الوينجين، الوينج ليفت والوينج رايت. أوكي؟ اللي هم عمر كاستيلو، عمر خالد اللي هو كاستيلو، جايب 68 هدف من 91 تصويبة. يعني هو شاط 91 كرة جاب 68. نسبة عالية قوي. 75%. ده ما بيحصلش. طب ومين تاني يا كابتن؟ أحمد سيسا اللي هو ما لعبش، كان في المنتخب ما لعبش ولا مباراة في كأس العالم. لما أنا عندي علامات استفهام، خلي بالك على عدم لعب. ده وينج ليفت. وينج ليفت، أوكي. جايب 54 هدف من 60 تصويبة. ده كده عدى الكام يا كابتن؟ عدى الحاجة و80. يعني تقريبا عدى الحاجة و80%. بس خليني أقول لك كابتن، يعني طب تفسر بين الونجات بتوعنا الهدافين. هو دايما كابتن طارق بيقول لك، دايما عنده كلام كده بيقول لك ايه، ان احنا عندنا في الونجات 90% يا كابتن بيبلغوا 90% هنا واحسن ونجين هنا في مصر. واحمد سيسا ما كانش بيلعب في منتخب مصر. لا ما انا اصل عندي علامه استفهام. سيسا كان موجود ما كانش بيلعب. انا عندي علامه استفهام كده. وعندي برضه اسلام حسن عدم لعبه. اسلام حسن رقم 3 في الهدافين. في الهدافين ما كانش بيلعب. 49 هدف من 77 تصويب. بعد كده يجي بقى الباكين بتوعنا، محسن رمضان 44 هدف من 75 تصويبه، عبد الرحمن فيصل 42 هدف من 79 تصويبه، وبعد كده يجي نعمان اللي هو بلاي ميكر الثاني 41 هدف من 56 تصويبه. نعمان بالنسبه لي مفاجاه. بصراحه انا ما كنتش متوقع ابدا من نعمان هذا الاداء. بس انا كنا عملنا معاه حلقه في البدايه اول الموسم، والحقيقه هو قال لي انا مركز وجاي عشان انا عايز اقول للناس انا استحق ارتداء فانيلة النادي الاهلي. وهو خلي بالك هو قال كده، بس هو في على ارض الواقع هو بكده. يعني مثلا زي مثلا التمرين مثلا بيبقى ميعاده الساعه كذا، هو اول لاعب موجود قبل الميعاد ب 10 دقائق وربع ساعه، سواء في الجيم او في الصاله.